بص، الجواز ده عامل زي ايه؟ يعني هو عباره عن اتنين كل واحد فيهم جايب حاجته بيتخانقوا يحطوها فين في الشقه؟ باختصار يعني انت مثلا كراجل مثلا بتعود ان عندك كزازه شاور جيل كده ولا صابون سايل كده بتغسل نفسك بيه وخلصنا. تتجوز بقى تلاقي ان موضوع الدش ده حوار كبير جدا، يعني في شاور جيل وشاور كريم وافتر باث وشامبو للشعر ومش عارف ايه وحمام كريم وكونديشنر، وفي معمل كيمياء كامل بيترص على البانيو بعد الجواز، مفيش اي مكان للازازه اليتيمه بتاعتي المسكينه دي، فبتتحط الناحيه الثانيه خالص من البانيو كانها متعاقبه كده، اللي هو دي وحشه دي. فطبعا اكيد بتبقى متضرره، يعني بعد ما كانت الازازه الوحيده فكانت نجمه البانيو بتاعي والله العظيم، اصبحت يا عيني مركونه ومسبوله، وكمان تقريبا يعني حاسه بالاضطهاد او بضغط اجتماعي لانها ارخص ازازه فيهم، الحاجات التانية دي جايه من حتت فخمه، وانا طبعا بروح لغايه اخر البانيو بجيب حاجتي بتفرج على معمل الكيمياء واتنشف وامشي.